طيب استاذ احمد، الكابتن محمد جوده لعب ضربه بدايه سريعه مع المهندس عدلي ودخلك في الموضوع في حته لعيبه الكوره في مصر. من الطبيعي ان هي جايه من بيئات غالبيه الشعب المصري، مظبوط، وهي بتفتقد الاتزان النفسي والمعنوي ومحتاجه تاهيل نفسي ومحتاجه اللايف كوتش زي ما المهندس عدلي قال. النادي الاهلي خد خطوه ان هو جاب معد نفسي للفريق الاول، لكن في العموم على مستوى الناشئ وعلى مستوى كل الانديه انت شايف دي خطوه منقوصه؟ خلي بالك ولا، طبعا انا سعيد اني موجود معاكم وحضرتك والمهندس عدلي قامات رياضيه محترمه. احنا طبعا كابتن محمد يعني من الناس اللي كنت زعلت لما سابوا الاهلي، انا كنت بعتبر واحد من اللعيبه اللي لهم رئتين في الملعب بيتحرك في كل حته. بشكر حضرتك جدا. انا بقول له هيبقى معاك كابتن محمد جوده، قال لي يا سلام، ده انا لا نفسي اشوفه فعلا. يعني الناس كنت بتستمتع بلعبه وجرأته في التحرك لقدام وصاحب الفريق، فحد من اللعيبه ما خدش حظه، ما خدش حظه الذي يتفق مع موهبته، وفي جزء كبير مسؤوليته وهو اعترف بيه. طبعا بص، انا كتبت مقال في الجزئيه دي يا استاذ ابراهيم انه لازم نبقى مراعين عده حاجات في اللاعب المصري او اللاعب بشكل عام. اولا اللاعب اللي احنا فجاه بنخليه نجم ده، وطبعا يستحق، والكلام ده ما حدش يفهمه خطا، هو لاعب في سن 20 22 23 24 25 ما عندوش خبرة التعامل مع الحياة، فجأة لقى نفسه مبلغ ضخم بيحصل عليه، نجومية مش مستعد ليها، وبالتالي عروض من كل حتة، صورته لما بيروح مكان كله بيتلم عليه، لاعب ما عندوش من الخبرة اللي تخليه يعني يقدر يدير حياته ويدير التعامل مع هذه الأمور. دي واحد. رقم اتنين، انه كمان اللي بيحصل دلوقتي القنوات الكتير والتركيز على اللعيبه والسوشيال ميديا وحالات الصناعه السريعه اللي بتحصل دي، ما ينفعش ابدا اسيب اي نادي محترف يسيب اللعيب بتاعه لوحده يتعامل معاه، لانه هيغرق من الاخر، ولو غرق اللاعب بتاثر فورا في الملعب، بيبقى باين عليه في الملعب. عشان كده لايف كوتش موجود، لازم اتنين المعد النفسي او الاستشاري النفسي يبقى موجود مع الفريق، لان يمكن الكابتن المهندس عدلي قال حاجه مهمه جدا، هو احد اهم مميزات مانويل جوزيه اللي كنا بنتابعها دايما انه بيعرف يتعامل نفسيا مع اللعيبه وبيعرفهم يقريهم كويس. هو كان يقول عن نفسه كده بالظبط، كان يقول لنا كده، ملكوش دعوه انا اعرف اتعامل مع اللعيبه، دخل في كل الجوانب. لكن مش كل مدرب هتقدر تجيبه يعرف يتعامل مع اللعيبه بهذا الشكل، وعندنا نماذج حتى في الاهلي، يمكن موسيماني واحد منهم اللي ما قدرش يتعامل نفسيا مع اللاعبين، او واحد مشاكل. استاذ احمد، كنت بتتكلم على اهميه اللايف كوتش وتاثيره. هو انت ازاي تدير الموهبه اللي عندك، ازاي تستثمرها، ازاي لاعب في السن ده ما عندوش الخبره الكافيه، انت كنادي محترف تقوم بهذا الدور وتديره لصالح نفسه ولصالح النادي. وده اللي بيحصل. يمكن زي ما قال الكابتن محمد ان دلوقتي بقت الدنيا واضحه قدامنا، بقينا نشوف الدوري الانجليزي والتعامل الاحترافي اللي بيحصل، خاصه لما بقى في محمد صلاح، فبقينا شايفين قوي اللي بيتم التعامل معاه. وهقول لك على حاجه، لاحظ كده مع بدايه محمد صلاح كان في استغراب من المصريين، ايه التعامل بتاع محمد صلاح ده؟ ايه حكايته ان يجي في طياره خاصه؟ ايه حكايته ان يجي معاه ناس عايز يقعد في مكان؟ المصريين ما كانوش متعودين على الاجواء الاحترافيه. لما فهموا طبيعه الاحتراف الحقيقي بقى، وازاي اللاعب بيتم معاملته، وان ما فيش حاجه اللاعب بيعملها من غير لما يبقى النادي شريك فيها وبيديرها له بالملي، بدات الناس، بدا المصريين يتقبلوا حتى هذا التعامل من محمد صلاح، وبقوا فاهمين ده. احنا محتاجين ده مش في النادي الاهلي بس، لان النادي الاهلي دايما سباق ودايما بياخد الخطوات ديت، لانه هو بيتعامل بشكل احترافي من زمان جدا، لكن محتاجين ده كمان في كل الانديه المصريه، لانه هيفرق كمان، بالمناسبه هيفرق حتى في نفسيه اللاعبين في الملعب في تعاملهم مع بعض، وازاي ما يبقاش في حاله شحن، لانه اللاعب في السن ده الجماهير بتشحنه قبل المباراه وبتحوله الى حاله من الشعله اللي المفترض بدون قطع كلام حضرتك. انا اتفرجت على ماتش المان سيتي مع بايرن 3-0. لما تشوف الثلاث اجوان جم في فتره وسيطره زي ما بيقولوا كده في مصر غسيل ومكوى، بالظبط طبعا، ورغم هذا خلصت المباراه ولا اي حاجه، مفيش بقى اكتساح وعمليه التحفيل، والمدربين بيسلموا على بعض، اللعيبه خرجوا داي اوف، وناس كانت في حالتها، وماتش كوره كله استمتع بيه،
والخسران عرف هيعمل ايه بعد كده عشان ما هو ده اللي بيقول عليه يا كابتن. اللي هو انك انت حطيت اللاعب في مسؤوليه، حطيت نفسنا في مناخ كمان وحش قوي. بالظبط، انت بتغير المناخ ده، النادي بطريقته باسلوبه بادارته بسياسته باستراتيجيته بيدير هذا المناخ لصالح الكوره ولصالح الرياضه ويستثمرها لصالح تحقيق نتائج لصالحه هو شخصيا. ويمكن مثلا هديك نموذج، انا عجبني قوي ان التصرف بتاع محمد عبد المنعم الاهلي خد فيه قرار وكان فيه عقاب. هنا انت بتحط نفسك كنادي، بتحط قيمك، بتحط مبادئك، بتحط ثوابتك، تخلي حتى اللاعب لما يغلط مش بس في عقوبه من الجهه الاداريه لا ده ناديك كمان هو نفسه اللي لازم يبقى محافظ عليك، مش لانه انت بتحافظ على النادي فقط، اللاعب نفسه كمان لازم يبقى عارف انه لا الكوره الماتش انتهى. العقوبات في النادي الاهلي اهم حاجه فيها انت بتيجي بتمضي عقدك وبعدين بيتقال لك نظام اللائحه بالظبط وبتطلع عليها وبتمضي عليها، لو حصل عليها تعديل بترجع تمضي تاني على التعديل. الفكره كلها ان اللاعب عارف ان دي مش عقوبه انتقاميه لا خالص او لإيلامك، ولكن لإشعارك كل حاجه ليها حدودها طبعًا. عشان تخلي بالك ما تتكررش، تضبط ادائك الحفاظ عليك بالظبط. هو ده عليك. انا عايز احافظ عليك انا مش دافع فيك ملايين وجاي احافظ عليك وعلى مصالح بالظبط، لان انت ممكن تضر الفرقه بالزبط. انت مش بتضر ماشي. يعني ودايما ده الفكره نفسها، ان انا احافظ عليك ازاي، استثمر موهبتك ازاي، ما خليكش تهدرها ازاي. وده ده 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 فكره مهمه جدا. ازاي احنا بتبقى عندنا مواهب كتير، واعتقد يعني مش هبقى اكتر منكم والمهندس عدلي طبعا عايز، كان عندنا على مر التاريخ مواهب عبقريه وانتهت بسرعه شديده جدا نتيجه اهمالهم او عدم قدرتهم على انهم يحافظوا على يستثمر موهبته وناس كتير جدا واسماء كبير. الزمن ده ما بقاش كده. ليه؟ انت بتدفع فلوس كتير كمان كنادي، انت بتستثمر كتير، واللاعب نفسه لازم يبقى فاهم ده. فاعتقد الخطوه بتاعت الاهلي ديت اتمنى انها تتكرر في انديه كتير جدا، بل بالعكس تتكرر كمان في منتخبات.